مرحبا. صحيح كنا غايبين عنكم بفصل الصيف، بس ما كنا بعطلة. بهالفترة زرنا بلدان عديدة لنفتش على قصص نجاح مطبوعة ببصمات لبنانية. اليوم برنامج سفراء الأرز الموسم الثاني بيرجع بيبتدي، ورح نبدأ بمؤتمر الطاقة الاغترابية لشمال أمريكا اللي عم ينعقد بمدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا. هالمؤتمر ضم تقريباً 790 شخص شاركوا وأجوا من كافة الولايات بأمريكا ومن مقاطعات بكندا. هالمؤتمر برعاية وحضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وبتنظيم القنصلية العامة بلوس أنجلوس ممثلة بالقنصل جون إبراهيم. أستاذ ريان الأشقر، حضرتك دبلوماسي بوزارة الخارجية، بدي أقول لكم يعطيكم العافية على التنظيم الحلو لـ LDE North America بلاس فيغاس. حابة أسألك، من أمتين بلشتوا تحضروا لهذا المؤتمر؟ بطبيعة الحال يعني لأرجع شوي بالزمن لورا، المشروع اللي بلش فيه معالي الوزير من 4 سنين غير شوي، خليني أقول، أولويات الدبلوماسية اللبنانية، وأعطى أولوية كتير كبيرة للاغتراب اللبناني. ومن وقتها بلش هيك حلم صغير وبلش يكبر. الحلم اسمه لبنانيز دياسبورا أنرجي، مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية. فنحن مساهمتنا عم بتكون بكتير أمور إلى علاقة، أمور تقنية، أمور شوية تحضير مع الناس، لقاءات عم بتصير. القضية اليوم هي قضية الاغتراب، قضية 14 مليون لبناني موجودين بكل الأرض، عبالهم كتير يتفاعلوا معنا، عبالهم يشوفونا مثل ما نحن كمان عبالنا نشوفهم. صح، نحن اللي عم نجرب نشوفه وين ما كان قدي عم بيكونوا اللبنانيين محمسين لحتى يلتقوا ببعضهم بLDA، إذا كان بلبنان أو إذا عم بيصير بالخارج. شو هي أكتر صعوبات بتواجهوها أنتوا عم تعزموا العالم لحتى يجوا حيلا مؤتمر ليجتمعوا؟ هل الناس بتسألكم شو بدها تستفيد من بعد المؤتمر؟ لأنه عطول العالم كمان في شغلة عم تسألنا عنها، أنه بدها مثل فولو أب عطول للأمور اللي بتوصلها بالمؤتمر الالدي. هل عم تشتغلوا على هذا الموضوع؟ العنوان هو عنوان كتير كبير، يعني مجرد ما نقول اغتراب عم نحكي عن شيء كتير كبير. الاغتراب اللبناني شوي بيختلف، إذا لاحظتوا يمكن كمان أنتوا بالبروغرام تبعكم، الاغتراب الموجود بأمريكا اللاتينية غير شوي الاغتراب الموجود بأمريكا الشمالية، بس كلهم جمعهم فكرة كتير كبيرة اسمها لبنان. مظبوط، الكل عباله يتواصل معنا ويتفاعل معنا، كان عم بيكون في شوية عرائيل أوقات تقنية إذا بدك ما عم فيهم يشوفونا. اليوم عبر هيدا البروغرام أنا نوعد باسمي واسم كل زملائي الدبلوماسيين، وهيدا وعد وعدناه لمعالي الوزير، نحن رح نكون مجندين بخدمة الاغتراب. رح نشوف كل لبناني، رح ندعي أنه يستعيد الجنسية اللبنانية، ما نكون واقفين حده. إذا مصلحته يرجع على لبنان يستثمر بلبنان، نحن كمان رح نجرب نشتغل إن بارلل على هيدا الشيء. وأكيد بالإضافة لكل إذا كان عم بيعاني من بعض الصعوبات برا، كمان نحن حدو فيها بإمكانياتنا المتواضعة.